السلام عليكم اليوم السادس والعشرون من شهر تموز من العام 2022 عقد اجتماع مجلس الوزراء في جلسه اعتياديه مضينا فيه مباشره الى المنهاج وكان في البدايه هناك توجيهان الاول يتعلق بمحافظه الموصل ومساله مطار الموصل وجه السيد رئيس مجلس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي بضرورة متابعة الإجراءات لاستكمال بناء مطار الموصل ووجه وزارة الإسكان والإعمار بضرورة إجراء التعاقدات اللازمة لهذا المشروع كان هناك اهتمام بهذا الموضوع والتوجيه الثاني يتعلق بمشروع متلكئ في وزارة الداخلية لمستشفى قوى الأمن الداخلي هذا مشروع مهم أيضا فكان هناك فيه توجيه ل العمل عليه واستكماله. اما فيما يتعلق بالقرارات فكانت هناك مجموعه من القرارات المهمه حقيقه خدمه للمواطنين من تلك التي تتعلق بالتعيينات والتي تتعلق بمسائل اسكان المواطنين. فيما يتعلق بالتعيينات كان هناك قرار لمجلس الوزراء وافق فيه على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي في الدفعة 2019-2020 والدفعات التي بعدها وذلك التعيين يكون على ملاك الشركات الرابحة التابعة لوزارة النفط ولشركة النفط الوطنية كلفت وزارة المالية باستحداث الدرجات الوظيفية والعناوين الوظيفية اللازمة وكلف سيد وزير النفط بتعيين خريجي هذه المعاهد المتخصصه بالتدريب النفطي، اعتقد هذا قرار مهم ولازم لهؤلاء الخريجين بما ان خدماتهم مطلوبه في وزاره النفط العراقيه. فيما يتعلق بالاسكان، اسكان المواطنين كان هناك اليوم ثلاثه قرارات تتعلق بهذا الموضوع، اولها كانت هناك موافقه من مجلس الوزراء على استثناء بيع الدور واطئة الكلفة المخصصة للعوائل الفقيرة والمتعففة خاصة في محافظة ميسان استثناءها من إجراءات المزايدة العلنية هذه العوائل الفقيرة والمتعففة غير قادرة على شراء هذه الدور إذا ما كانت هناك مزايدة علنية استثنية هؤلاء من هذا الشرط لتمكينهم من شراء هذه البيوت واطئه الكلفه في محافظه ميسان. القرار الثاني يتعلق بمحافظه واسط وفي اثناء زياره السيد رئيس مجلس الوزراء كانت هناك مناقشات بصدد ايضا توفير السكن للمواطنين، واليوم اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتمويل هذه المحافظه بملياري دينار عراقي كلفت وزاره الماليه بان تتولى هذا التمويل الى محافظه واسط لانشاء هذه الدور ايضا واطئت الكلفه انجازا للبحث والنقاش والوعد الذي قطع لاهالي المحافظه في اثناء زياره السيد رئيس مجلس الوزراء القرار الثالث المتعلق بالموضوع نفسه ايضا هي خطوه نتقدم فيها باسكان موظفي شبكه الاعلام العراقي واليوم اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالموافقه على احاله هذا المشروع، المشروع الخاص باسكان موظفي شبكه الاعلام العراقي احاله الى الهيئه الوطنيه للاستثمار واستثناء هذا هؤلاء الموظفين من بعض فقرات بعض القرارات لمجلس الوزراء لتمكينهم من السكن. اخيرا كان هناك ايضا قرار باستثناء شركه النفط العراقيه من فقره رقم واحد من قرار 65 لسنه 2022، هذا القرار يتعلق باخراج الحاويات المتكدسه في المنافذ الحدوديه، تمكينا لهذه الوزاره من ان تضمن انسيابيه دخول المواد اللازمه للحقول النفطيه، ومن اجل ديمومه انتاج النفط الخام. شكرا جزيلا.